quiet on the set. Can we please have quiet on the set? ورجعنا لكم من جديد ومعنا ضيفنا بالاستديو معين البستكي الساحر ولاعب الخفي. اهلا وسهلا فيك معنا اليوم. يا مرحبا وسهلا فيكم. يسعدني ويشرفني ان اكون متواجد معاكم اليوم بالبرنامج. شكرا كثير لك ولوجودك معنا. الله يسلم. فتخيلي انا وانت رحنا المول. تخيل انا وانت دخلنا المول وقاعدين نمشي ونستكشف المحلات اللي موجوده، وقلت لك اختي هلا خلينا نوقف عند اي تي ام ماشين، واخذنا بطاقة الـ ATM وحطناها في المشين. قلت لك اختي في حال ما اني عرفت الباسورد للـ ATM ماشين، للـ ATM كارد عندك، غدانا اليوم عليك. حلو. مندي ومندي اختها لبات فالك طيب، الامور طيبة، بس خلاص انت راوني مهارتك صح؟ صح. لو عرفت بقى الامور طيبة. حطنا البطاقة اللي باش تسويني اختي هلا. باش تفكرين برقم السري للبطاقة اللي عندك. أوكي. أوكي. هل في أي أحد في الدنيا غيرك يعرف هذا الرقم السري؟ لا الحمد لله لا. ما في أي أحد في الدنيا. إنزين. هل في أي طريقة أنا ممكن أعرف الرقم السري؟ لا إلا إذا خبرتك بس. إلا إذا خبرتيني وما أعتقد إن الأخت لا ناوي تخبرني وتخبر غيري بالرقم السري للـ ATM. تخيلي حطينا البطاقة. أنت إنسانة جدا اجتماعية. جدانا بشوشة اجتماعية، لك وايد من الناس اللي يعرفونك، بس الناس المقربين لك اثنين أو ثلاثة أشخاص تقريبا ممكن تشوفين أنهم مقربين لك، ولكن كونك بشوشة وكونك اجتماعية في الـ ATM password في أرقام بتكون مكررة. صح؟ فكري لي بأول رقم للـ ATM PIN لك. أوكي. حلو؟ أول رقم. تخيل الـ ATM موجود، هذه الأرقام اللي موجودة عليها، لا تعطيني أي كلو. أول رقم. حطي صبعك على هذا الخاتم، بس حطي الصبع على هذا الخاتم. رقم صفر أول رقم. لا مستحيل. أوكي. مستحيل. ثاني رقم كأنش قاعد هوسين على ثاني رقم. أوكي. كأنش قاعد هوسين عليه، لا تقولي شيء بس كأنش قاعد هوسين على ثاني رقم. أوكي. أوكي على الخاتم. أربعة. لا بس حنوقف هون. أنا واثقة من قدراتك. مو معقول. لا مستحيل. ما حنكمل صح؟ ما عرف عندك الموضوع. لا خلص اثبتت جدارتك ما في داعي. خلاص وقف. ثالث ولا رابع رقم نقول؟ ما شاء الله يعني. الثالث ولا الرابع؟ على الخشب. بدك تروح على الرابع؟ كيف على الرابع؟ يلا. اوكي. يلا. على الرابع. اول 04 في رقم بعدين الرابع، صعبت علي شوي الموضوع لان نروح على الرابع. لا نخليها الرابع، نخليها الرابع. فكري بالرقم الرابع. حطي صبعك على الخاتم. ستة صح؟ مستحيل كيف يعني؟ ثانك يو. بدي شوية وقت لأستوعب أنا اللي صار. كيف يعني؟ أكيد ما حتكشف لنا كيف يعني، بس إنه اشتروا الصندوق السحري من المحلات اللي موجوده تتعلمون فيها وايد الان. لا بس اذا بدنا نعرف الباسوردات تبعنا. ممتاز الوضع، انا راح عند اهلي اكشف. ما في احسن من هالقدرات في الدنيا. في ما في هالقدرات ولا بلا يعني. طب عندي سؤال وبصراحه يعني، والامور يمكن اللي علاقه بالفن ومثل ما ذكرت العاب الخفه وهيك، لما الواحد بده يتجه لها، احنا متعودين طبعا وتحديدا يمكن بمجتمعنا العربي انه محامي، دكتور، مهندس الى اخره، أو إدارة أعمال. ببداية مشوارك هل صدقاً الموضوع مثل ما بيقولوا بطعم خبز، هل كافي من الناحية المادية للناس تدخل فيه؟ أو كيف يوصل؟ يعني حتى لو ترجع للفنانين، يعني حتى لو رحتي وشفت المغنين، الناس يطالعون العشرة معروفين. صح. العشرة اللي بيعملوا من كل حفلة المبلغ المعني اللي يستلموها، وبيشوفوا هذا هو الشيء اللي يبونها. ولكن المشوار اللي هذا الشخص
أو الـ الـ الست راحت لما توصل للمجال هذا أن تكسب هالمبلغ ما كان سهل، وكانوا هاي العشرة من آلاف الآلاف اللي لهم طموح الغنى أو التمثيل أو شو ما كان، صح؟ ففيها فيها يعني فيها إيرادات مادية في حال ما أنك أنت اشتهرت لموقف أن تحصل لي الإيرادات، أن تكون إعلاميا بارز، طبعا. تسوي أشياء مبهرة، أن لك دائرة من الناس يبغونك أنت في العروض عندهم، لي لك إيرادات فيها، وأنا كانت لي الفرصة أن أكسب هالإيرادات من وراء الجهود اللي أنا بذلته إعلاميا، للمعارف اللي عندي، الناس اللي يبوني، لأني أنا كنت حالة كأن استثنائية، لأني أنا الوحيد اللي يشوفونها بكندورته وبغطرته، إنزين، فالدوائر الحكومية يطلبون معين البستكي، الحفلات الخاصة يطلبون معين البستكي، حتى الأجانب يبون اللابس كندورة وغطرتها، يقول لا يبوا هالشخص إنه غير، فهم عليه؟ فكانت عندي أنا حالة استثنائية، ولكن هل أكثر اللي يقومون بهالمجال يكسبون مبالغ جيدة؟ لا، فهم عليه؟ أو إنه يسوي كثير من العروض بمبالغ زهيدة ويكسب على آخر شهر شيء لا بأس. فهم علي؟ أنا ما أقدم وايد عروض لأني أنا أكون مشغول بوايد أشياء مختلفة ثانية. فيوم أقدم عروض أنا أختارها بإيدي، أوكي، هل عرض بسير، هل عرض بطير، هل أربعة؟ حلو. ما عندي وقت إني أسير لأني مشغول بأشياء ثانية. لأن أصلاً ما بتعرفه أيضاً صاحب منصب ببنك أيضاً بدولة الإمارات، فيعني متعدد. صحيح. وعندي مجالات ثانية بعد، يعني مثلاً عندي منتجات اللي عندي. تماماً. عندي شركات مختلفة ثانية أقوم فيها بمجال إدارة الأعمال، عندي property management business، عندي أشياء ثانية أقوم فيها. هذا شيء كتير حلو. بتعرف كنا عم نتناقش بهذا الموضوع من كم يوم، اللي هو إنه الواحد اللي عنده أمور متنوعة هذا لا يعني إنه بيخلى من التخصص أو من النجاحات، بالعكس. صحيح. ما ضروري نحط حالنا ببوكس لحتى الواحد يوصل للنجاح، بل على العكس تماماً، إذا عندك أكثر من قدرة والاجتهاد موجود فبالتالي بوصل. أنا لي قاعدة أمشي عليها أن النجاح يجيب النجاح. صح. أو يسحب لك النجاح. وأعتقد هذا إيش كثر أنت ما تحط وقت تمام. بأي مجال معين ممكن تنجح فيه، أو لو ما نجحت فيه ممكن في بداية مشوارك تتعلم من الأغلاط وبعدين تنجح فيه. توصل. فالحمد لله، يعني كأن إيدي ممدودة بكم من مكان، أسوي كم من شيء، وعلى حسب الطلب أكون متواجد للشيء اللي يبوني عليه. جميل، كل التوفيق لك يا رب. شكرا جزيلا لك لوجودك معنا. الله يسلمك. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا. أنا بشوفكم بكرة بنفس الموعد. نهاركم سعيد جميعا. يا مرحبا.